ومما يندرج فيما يتعلق بالمعاملات الربوية وما يؤخذ عليها من الأموال أخذ المال على الوساطة. إنسان لديه معارف في تلك الشركة أو في تلك الدائرة أو في جهة من الجهات، يقول أنا أعرف أشخاصاً ومعاملتك هذه ستنتهي، أو سأبحث لك عن وظيفة لما لدي من المعارف من أجل مقابل المال. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كما في المسند وسنن أبي داود: من شفع لأخيه شفاعة فأهداه له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الرضا. قد يكون الإنسان صاحب جهد وعمل ولا يعرف أحدا، ولديه من اللسان الذي يتوصل إلى أن يقنع أي مسؤول، وليس لديه معارف، فيقول أنا سأبحث وسأجتهد وسأراجع بمقابل مال. فلا إشكال، هذه جعالة، هذه جعالة. لكن كونك تعرف فلانا أو فلانا، ومن أعظم الطوام أنه إذا أخذ منه المال تقاسمه مع من يعرفه في تلك الدائرة أو في تلك الجهة، يعني أخذ مال على الوساطة مع رشوة. لكن إن لم يعطي أحدا فلا يجوز له. ولذلك لما سئل ابن مسعود رضي الله عنه الرجل يشفع الشفاعة فيهدى إليه فيقبلها، قال هذه سحت،